ارتكبت طائرات النظام اليوم الأربعاء مجزرة في بلدة سيجر بريف إدلب الغربي بعد استهدافها سوقا لبيع المحروقات في البلدة بعدة غارات. وأفاد مراسلنا بأن الغارات أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، إضافة لحرائق ودمار في المحال التجارية. واقفين أنا ورفيقي برا وأخويا وأبويا بيساووا كاكين تمديدات صحية، فجأة ما شفنا الله وكل الخلق. يعني هون عنا حارة مشغولة، في بياع لودلين وشماني بياع جملي ومازوط، خلق هون كلياتها. اجت الطيارة وضربت، روحوا خلق كتير، روحوا صوابوا خلق كتير. خالي راح واخويا وابويا، ابويا لا ما بعرف وين هو. ولتفاصيل اوفى معنا عبر سكايب من ريف ادلب مراسلنا محمد دغيم. اهلا بك محمد، ما تفاصيل الغارات اليوم على ادلب وما هي حصيلة الضحايا؟ نعم، تتصاعد وتيرة الهجمة الجوية على محافظة ادلب من الطيران السوري وحلفائه الروس منذ 3 ايام وحتى هذه اللحظة. اليوم بالفعل سجلت عدة غارات جوية كانت ابرزها على بلدة سيجر غربي محافظة ادلب، غربي مدينة ادلب المحافظة. كانت الغارات استهدفت مركزا لبيع المحروقات في سوق تجارية بهذه البلدة، ما أدى إلى استشهاد 16 مدني من أهالي هذه البلدة بينهم 3 أطفال وجرح أكثر من 30 شخص آخرين بنتيجة هذه الضربة. الغارات الجوية أيضا كانت منذ ليلة أمس، لم يفارق الطيران الروسي تقريبا والطيران السوري منذ البارحة وحتى اليوم أجواء محافظة إدلب، فقد سجلت منذ مساء أمس غارات جوية على مدينة بنش وبلدة طعوم ومدينة إدلب، حيث استهدفت مدينة إدلب البارحة بأكثر من 6 غارات جوية، ومدينة بنش اليوم عصر هذا اليوم استهدفت أيضا بغارات جوية، أكثر من 4 غارات جوية، وبلدة معرق مصرين أيضا استهدفت بغارة جوية. الغارات الجوية لا تكاد يعني تمر ساعة إلا وتستهدف منطقة من محافظة إدلب بالطيران السوري أو الطيران الحربي. طيب محمد، مجلس المحافظة أعلن أن إدلب و مدينة وريف منطقة من كوبا، ضعنا في أوضاع المدنيين هناك. في الحقيقة البارحة تجولنا في شوارع محافظة مدينة إدلب، تكاد تخلو شوارع هذه المدينة من سكانها نتيجة القصف المكثف عليها. معظم أهالي المدينة خرجوا إلى المزارع المحيطة بهذه بالمدينة أو الأرياف. نرى اليوم أن الطائرات استهدفت بلدة بالقرب من مدينة إدلب. هذه البلدة نزح إليها أهالي مدينة إدلب فلحق بها طيران وقام بقصف المنطقة. يعني الوضع الإنساني بالمدينة يعني صعب جدا وبحاجة مساعدات غذائية، لأن كثير من أهالي المدينة يعني يفترشون المزارع لأنها هي المكان الآمن لهم. طيب محمد، طائرات النظام وروسيا كثفت في الآونة الأخيرة كما حدثنا الغارات على إدلب مدينة وريف، برأيك ما هو الهدف من هذا التصعيد وما هي حصيلة الشهداء منذ 3 أيام حتى الآن؟ في الحقيقة يعني الكل يعلم أن محافظة إدلب محررة بشكل كامل من قوات النظام منذ أكثر من سنة، وتعتبر هذه المحافظة الثوار وأيضا تعتبر خزان بشري كبير يخرج منها الثوار. هذا الأمر يقلق النظام من يعني يقلقه من تمدد الثوار إلى مناطق أخرى خارج هذه المحافظة، فنراه يكثف غاراته على أهلها ليشغلهم يعني عنه في أماكن أخرى. أما حصيلة الغارات الجوية على محافظة إدلب خلال 72 ساعة الماضية يعني تقريبا حوالي 55 شخص إلى 60 شخص. في مجزرة إدلب الأخيرة التي حدثت في 30 الشهر الماضي يعني كان وثقت حوالي 25 اسم يعني أسماؤهم معروفة، ولكن هناك أسماء حتى الآن مفقودين نتيجة يعني كثافة الغارات، لم نستطيع يعني توثيق الأسماء. حوالي أكثر من بين 55 و60 شخص حصيلة الغارات الجوية على محافظة إدلب خلال 3 أيام الماضية. شكرا جزيلا لك مراسل حلب اليوم من ريف إدلب محمد غيم على هذه التفاصيل. من جانبه أعزائي المشاهدين، قال البيت الأبيض الأمريكي أمس إن واشنطن تتابع تقارير عن ضربات جوية روسية استهدفت مدينة إدلب، مشددا على محاسبة المسؤولين عن تلك الضربات في حال تأكدت.